قناة شباب المستقبل. إليك الجمل التالية: ذهبت إلى السوق مع أبي، زارنا طبيب الأسنان، اشترى محمد سيارة جميلة، رجع الولد إلى المنزل فرحا، خرج الفريقان بنتيجة التعادل، أصبح المهندسون ناجحين، بات الممرضون ساهرين. إن القطار سريع، حافظ على بلدك. سنقوم بإعراب الجمل أو الكلمات التي تحتها خطا. الكلمة الأولى أو الحرف الأول إلى، كيف نقوم بإعرابه؟ إيمان؟ إذن إلى حرف جر. إلى هو من الحروف أو حروف الجر. السوق، إلى السوق. الكلمة التي تأتي بعد حرف الجر ماذا نسميها مهدي؟ اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسر الضاد على آخره. شكرا. اسم مجرور بإلى، إلى هي التي قامت بجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. زارنا طبيب الأسنان، طبيب. فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبيب، أكملي. وهو مفعل. شكرا. طبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه هو الذي قام بالفعل. زارنا طبيب، طبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. لماذا قلنا وهو مضاف؟ لو قلنا زارنا طبيب فقط، هل نفهم أي طبيب؟ لا. أضفنا له كلمة الأسنان أو حددنا أنه طبيب الأسنان. الأسنان سيف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. اشترى محمد، محمد عبد القادر. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سيارة، رمزي. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جيد. محمد اشترى سيارة، ماذا اشترى محمد؟ اشترى سيارة. محمد هو الذي قام بالفعل، وسيارة هي الكلمة التي وقع عليها فعل الفاعل. جميلة، جميلة، جميلة. الرابح؟ شكرا. صفة، جيد جدا. الصفة تتبع الموصوف في كل الحالات. لاحظوا معي، من الذي وصفناه؟ هل محمد أم السيارة؟ نعم، السيارة. السيارة، السيارة كيف هي حالتها؟ السيارة ما بها؟ جميلة. نكرة، نكرة. مفردة، مفردة. سيارة واحدة، جميلة. منصوبة، منصوبة. مؤنث، مؤنث. سيارة هل هي كلمة مذكر؟ لا، مؤنث. جميلة، مؤنث. رجع وئام في الأخير. جيد جدا. رجع فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الولد، من الذي رجع؟ الولد. إسحاق. فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شكرا. إلى إسلام. حرف جر. حرف جر. المنزلي وئام. جيد جدا. كما قلنا لها اسم جره حرف الحرف إلى، إذن اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. فرحا،
رجع الولد إلى المنزل فرح. شكرا. حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على كيف كيف تعرفنا أن هذه الكلمة حال؟ لو قلت لكم بهذه الصيغة أو طرحت هذا السؤال بهذه الصيغة، كيف رجع الولد إلى المنزل؟ ماذا رجع الولد إلى المنزل؟ قلنا لكي أجد الحالة أطرح أو أجده بالصيغة صيغة السؤال كيف، ويأتي دائما الحال المفرد يأتي في جملة فعلية وهي تصف حالته وهو راجع إلى المنزل، رجع إلى المنزل وهو فاعل، بالإضافة إلى كلمة نكرة ما بها منصوب. إذن كل شيء يدل على أنها حال. خرج محمد. واضح. الفريقان. خرج الفريقان. كلمة الفريقان هل تدل على المفرد؟ لا. الجمع؟ لا. تدل على؟ على المفرد. إذن إعرابها آدم؟ شكرا. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، ولا نقول الألف والنون، الألف لأنه مفعل. كيف عرفت أنه فاعل؟ لنرجع هذا كلمة الفريقان إلى المفرد. خرج الفريق. الفريق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن عندي فريقان نقول فريقان لأن المثنى يرفع بالألف. بنتيجة. بنتيجة. ب ما إعراب ب؟ الباء. زكريا حرف جر. نتيجة. أميرة. اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر فقط. وهو مضاف. شكرا. وهو مضاف. لو قلنا بنتيجة وسكتنا، هل فهمنا أن هذه نتيجة التعادل أم الفوز أم الخسارة؟ لم نفهم، لكن عندما أضفنا لها التعادل فهمنا أن هذه النتيجة نتيجة التعادل لا غير. إذن وهو مضاف التعادل وأم؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. شكرا. نتيجة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أصبح أصبح أميمة فعل ماضي ناقص من أخوات كان. المهندسون أخوات كان على أي جملة تدخل؟ على الجملة الفعلية؟ لا. على الجملة الاسمية. إذن هذا عندما أصبح دخلت على الجملة الاسمية، وعندما تدخل على الجملة الاسمية ما هي التغييرات التي تقوم بها؟ المهندسون إعرابها رحمة اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الواو بأن الجمع مركب السين. شكرا. اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه لا ننسى في الإعراب ونقول لأنه جمع مركب السين، لأنه قد يقول لك لماذا رفعته بالواو؟ لماذا لم تقل مرفوع بالضمة؟ لا، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر السين. المهندسون كلمة تدل على الجمع المذكر. ناجحين. ناجحين. رمزي. خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر السين. شكرا. ناجحين خبر أصبح منصوب. قلت أن كان وأخوات عندما تدخل على المبتدأ والخبر تنصب الخبر ويسمى خبر منصوب. بماذا؟ هل بالفتحة؟ لا.
بالياء لأنه جمع مذكر السالم. بات طيب فعل الماضي لا. الممرضون 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 بات الممرضون بات الممرضون شكرا. اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يرفع جمع مذكر سالم كما قلنا بالواو. احذروا لا نقول بالواو والنون. ساهرين يا نور خبر بات منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قناة الشباب المستقبل.